السلام عليكم خوتي، معكم التوستار كالعادة ليكيب بيجو 207. هذا فيديو للناس اللي تعاني من السخانة في 207. ليكيب هذه انا هبلتني شوية، كان فيها بروبليم تاع السخانة مع لو كان فونتيلاتور كاع ما ديماريش، لك بروبليم في الريزيستونس كي ربيت الريزيستونس هاد فونتيلاتور ديماري انتيك الحمد لله. موراها عاودت نرماركي حاجة، السخانة لا طلعت ما تزيدش تهبط معايا، ولا طلعت سخانة وبعد تولي فونتيلاتور كاع ما ديماريش هبلتنا ليسونسيال. ما تبعنا لقينا بروبليم في الترموستا، باهي واش درنا لها؟ كنا شينا لها ترموستا جديدة تاعها، هي تبان ها دوريجين بلافيش تاعها تو ها هي تبان بلي جديدة. مشات يا ربي نهار عادت قالتها الترموستا تاعها اللي جيت تقولها ترموستا بيلوتي جيب لافيش تاعها ليسونسيال. ليكي لا بقى نفس المشكل كذا. ها واش انا ندير لها ترموستا تاع بيجو 206 لونسيا موديل، هادي تجيب ترموستا نورمال ستوندار ماشي بيلوتي، تجي موان شار على هادي هايا، تما تربح في البري وتهنا من المشكل تاع السخانة. عندك والحمد لله فونتيلاتور راهي ديماري في وقتها طونوبيل السخانة ماشي ديفاسي 93 راهي ما شاء الله طونوبيل. وشنو كاينة حاجة خلو لافيش هنا راكبة وهادي نربطوها هنايا، علاش على جال تشاكبك باش ما يقعش على على جال وسمو سينو كاين دي زاستيس نقدر ندير لها هنا ريزيستونس نقدر ندير لها لونفا شنو مي هكذا خير يكذب عليك. هذه دوك مرفوعه هنايا. المهم هذه نصيحه الناس اللي عندها تعاني من مشكل تاع سخانه في الكرار في الموتور هذايا، اللي عنده بروبليم تاع الترموستا باسكو دي فوا تبدل ترموستا دو تروا فوا ما تنجحلكش. باسكو شوف هذه هي سي لا دوزيام اللي نركبوها ترموستا بيلوتي، مي من نهار ركبنا هادي رانا في طرواج وحنا نسيو في الطوموبيل الحمد لله بسم الله ما شاء الله. ركبنا ترموستا تاع 206، شنو تاع 206 كي تشري شري كونفيونس وشري حاجه مليحه، شري حاجه في الدوريجي باش ما تبلوكي لك ما دير لك والو كيما كان الحال. الطوموبيل ما شاء الله تهنينا مشكل تاع سخانه سو كاين وين وصلوا وين قالوا له بلي عندك بروبليم في لاكيلاس، والحمد لله لقينا سلامات بروبليم كان غير في ترموستا الحمد لله. هكذا خاوتنا ليش ما سيبقى خاطري، وهذا توسكان ألجي رغاية، مرحبا بكم، السلام عليكم.